هاي تتذكروا حكينا في عندي يوني بولر وباي بولر سويتشينج. نبدا بالنوع الابسط. النوع الابسط اللي هو هيو هذا باي بولر سويتشينج. باي بولر سويتشينج راح تشوفوا نفس الاشاره بتروح على واحد وعلى أربعة. نفس الاشاره ما فيش اشاره ثانيه. فالستيتس تبع واحد وأربعة دائما نفس الشيء. اذا واحد اون أربعة اون، اذا واحد اوف أربعة اوف. وكمان في عندي اشاره ثانيه بتطلع، والاشاره الثانيه متماثله هيها نفس الاشاره اخذتها من نفس النقطه، اخذت واحد منها على اثنين وواحد منها على ثلاثه، فالستيتس تبع اثنين والستيتس تبع ثلاثه نفس الشيء بالضبط، الاثنين بيشتغلوا زي بعض تماما. هذا اسمه باي بولر سويتشنج. مع الباي بولر سويتشنج نتيجته ايش؟ انه الاوتبوت رح يكون فيه له بس تو ستيتس. ايش القيم اللي ممكن ياخذها الاوتبوت فولتج اللي هون اللي رايح على اللود؟ يا اما بلس 2 في اس يا ماينس 2 في اس، بس هيهم، هاي 2 في اس، احنا حطينا جراوند هون ما تهتموش كثير بالهاي، المهم انه هذول هيهم 2 في اس، اظن كل واحد من هذول 100 فولت بيطلع المجموع تبعهم 200 فولت، فالاوتبوت يا بيكون بلس 200 فولت يا ماينس 200 فولت. وحطيته انا على لود، مش شرط انه يكون هيفلي اندكتيف الحاله هاي، اندكتيف لود، حطيته على اندكتيف لود، راح يمر هلا الكرنت، راح تشوف الكرنت راح يبدا يقترب من ساينوسويدال كرنت من هون بهي الحاله. والحاله البديله قبل ما اتركها بس تطلعوا هون، اذا بتطلعوا الان على البلسز بيعتبر حاله هو عم بيعمل فيدنج لسنجل ارم 1 ارم، ولذلك بيطلع معه 2 بلسز. طب هو شكله 2 ارم مزبوط، احنا اللي عندنا 2 ارمز، بس احنا فعليا عم نشغل اثنين من هذا زي بعض والاثنين الثانيين زي بعض، وكان ممكن هذا يكون 1 ارم لو انه انا عندي سنتر تاب ترانسفورمر. لو عندي سنتر تاب ترانسفورمر عم باخذ من الاوت، يعني في عندي على الاوتبوت في سنتر تاب ترانسفورمر كان ممكن استعمل 1 بريدج بالحاله هذه، بس احنا هلا هون عندي 1 ارم بيطلع معي 2 بلسز، ولذلك في عندي اوبشن ثاني اني اخذ 2 ارم بريدج 4 بلسز، وهذا بستعمله بحاله اليونيبولر. ولذلك اذا بنقارن الان هذا بنروح نطلع هلا على الفايل الثاني، راح تلاحظوا هون عندي 4 بلسز طالعه، وال 4 بلسز اللي طالعه هون واحد منها رايح على كيو 1 والثاني رايح على Q2 والثالث رايح على Q3 والرابع رايح على Q4. اذا الستيتس تبع Q1 وQ4 ما شرط يكون دائما نفس الشيء. وهذا بعطيني ثلاث حالات للاوتبوت. الاوتبوت ممكن يكون بلس 2 في اس 0 وماينس 2 في اس. فب 180 درجه الاولى بشغل، ممكن اشغل 1 و4، ممكن اشغل 1 لحاله و4 لحاله، فراح يعطيني بحاله ال 180 درجه الاولى يا بلس 2 في اس يا 0. وال 180 درجة الثانية بشغل اثنين أو ثلاثة أو اثنين مع بعض، فبعطيني يا ماينس 2 في اس أو 0، هذا يونيبولر سويتشينج، بس الأربع سيجنالز مختلفة عن بعض. إذا بنرجع بنشغل الآن الأولاني اللي هو اليونيبولر سويتشينج، هيو اللي هون موجود هون، رح نطلع ونشوف هلا شكل الكرنت وشكل الأوتبوتس. هلا هون بالباي بولر سويتشينج ممكن إنه يطلع معي بلس 2 في اس وماينس في اس بس على بالأوتبوتس، ما بيطلع معي زيرو، وممكن هذا يصير في اي درجه من ال 360 درجه. كمان انا حاطط هون التوتال هارمونيك ديستورشن تبع السيجنال اللي طالعه، وراح تلاحظوا كل ما رفعنا الكارير فريكونسي راح يخف معي التوتال هارمونيك ديستورشن، وقلنا التوتال هارمونيك ديستورشن للتذكير هو الار ام اس تبع الهارمونكس، الار ام اس تبع الهارمونيك كومبوننتس، في الحاله هاي فولتج احنا ماخذين مش هيك؟ ولا ماخذ كرنت؟ لا والله انا ماخذ كرنت من هون. فبالحاله هاي راح يكون اي 2 تربيع ار ام اس زائد اي 3 تربيع ار ام اس على اي 1 ار ام اس. لو ربعته، لو ربعت تي اتش دي بيمثل الباور الموجوده في الابر هارمونكس على الباور الموجوده بالفندمنتال، وانا طبعا بيهمني يكون التي اتش دي اقل ما يمكن. طلع معنا التي اتش دي هون بالحاله هاي 2%. واذا طلعنا هون شو الكارير فريكونسي اللي احنا مستخدمينها، مستخدمين احنا 1000 هرتز والفندمنتال فريكونسي 25. هي اف او اللي كنا نحكي عنها، هي اف اوتبوت، والموديليشن اندكس بالحاله هاي 1 اللي هو، والكارير الكارير 1000 بالنسبة ل 25 اللي هي 40 مرة. 40 مرة، فأول هارمونيك راح يكون على 2000 هرتز، أول هارمونيك راح يبين راح يكون على 2000 هرتز. نطلع على الأوتبوتس اللي بتطلع معنا هون شكل الويف فورم. فنطلع في البداية على هذا الكرنت والفولتج اللي رايح المحرك، هلا شو بتلاحظوا مباشرة على الفولتج؟ اللي هو ال لا لا الفولتج هذا ما فيش زيرو فيه. يا بيكون بلس 200 يا ماينس 200، اوكي؟ لانه هذا
باي بولر سويتشنج. اذا شغلت كيو 1 وكيو 4 بصير بلس مباشر، بس اطفي كيو 1 وكيو 4 واتاكد انهم طفوا، بشغل 2 و3 بعطيني ماينس. ولو عملنا زوم عليها، عملنا زوم بالاكس اكسس، شايف واضح عندكم؟ عندي يا بيكون بلس يا بيكون ماينس. بس بال180 درجه الاولى بيقضي وقته اكثر وين؟ بالبلس. وبال180 درجه الثانيه بيقضي وقت اكثر في الماينس. كمان بتلاحظوا هلا في ملاحظه يمكن صعب تلاحظوها، بس حاولوا تطلعوا تشوفوا في عندي فيس شيفت. صعب هون نقول يعني فيس شيفت، بس هو مبين انه في، لانه طلع الفتره اللي هذه فيها هون عريضه لهي، معناها هون الفولتج قريب للبوزيتيف. بس صعب تشوفوها بالباي بولر لانه مش مبين وين ال 180 درجه النيجاتيف وال 180 درجه البوزيتيف. بس هاي بتطلعوا شايفين هذه كيف هون المناطق هاي فاضيه والمناطق هاي تقريبا ملانه، في حين المناطق هاي فاضيه والمناطق هاي ملانه، فكانه الفولتج جاي نيجاتيف عند المنطقه هاي وجاي بوزيتيف عند المنطقه هاي من هون. ففي عندي فيس شيفت بين البيك والبيك، او بين الزيرو كروسنج والزيرو كروسنج. هذا بيساوي الزاويه تبعت الاندكتيف لود. بس صعب تشوفه هون، اصعب تشوفه هون منك تشوفه. او اقول لكم شو رح نعمل، خليني اعمل زوم على سايكل كامله، فراح اخذ سايكل كامله واحاول اعمل زوم عليها، نبدا من هون تقريبا، فراح اخذ سايكل كامله من هون لهون، يمكن بتصير اوضح شوي. لاحظوا هون هي، شوفوا وين الفولتج عالي، عم بقضي وقت كثير بوزيتيف، وهون عم بقضي وقت كثير نيجاتيف، في حين هون البوزيتيف ضعيف بالفترة هاي، وبالفترة هاي النيجاتيف ضعيف، فلو رسمت الفولتج ويف فور بالفترة هاي، لو أنت طلعت الفوريير سيريز راح تلاقيها إن سيريز مع إن فيز مع المنطقة هاي، وتقريبا في منطقة بتساوي فيها البوزيتيف والنيجاتيف اللي هي تقريبا هون بهذا الشكل من هون، فبنلاحظ إنه في عنا فيز شيفت ما بين الإندكتر وال بين الفولتج والكرنت، لانه هذا اندكتيف لود. ولاحظوا الكرنت بدا يقترب من ساينوسويدا، كل ما رفعت السي راح يخف، ولو نزلت الموديليشن اندكس طبعا راح ينزل الامبليتيود تبع هذا الكرنت من هون. اذا رحنا هلا بمقابل على هاي اليونيبولر، مش هيك؟ هاي اربعه من هون عندي، وعندنا نفس الشيء هون، نفس البارامترز، بس هون 2R بريدج. خلينا نرجع الموديليشن اندكس لواحد زي هنا، اي شيء ثاني كله صار نفس الشيء. هلا عندي هون التوتال هارمونيك ديستورشن اعلى، هذا 14% هون. هلا هون اوضح اللي كنا نحكي عنه قبل شوي. اوكي هون مبين الزيرو. هلا الاوتبوت ايش القيم اللي باخذها؟ بال 180 درجة الأولى يا بيكون Q1 و Q4 on، يا بيكونوا يكون واحد منهم مطفي هذا، بس ما بشغل Q2 و Q3 في ال 180 درجة الأولى، فمبين ال 180 درجة الأولى مبينة، هذا يونيبولر سويتشنج، يعني في كل 180 درجة يا بكون عندي زيرو يا فولتج. بال 180 درجة يا الثانية يا زيرو يا الفولتج، بس ما بيجوا التو فولتجز بنفس ال 180 درجة من هون. بس لاحظوا الملاحظة كانت إنه أعطاني توتال هارمونيك ديستورشن أعلى من الحالة السابقة. هون 14% كان هناك حوالي 2%. اوكي هي هون شكل الكرنت، وهي بتلاحظوا هون في النص عريضه البلسز، بس على الاطراف رفيعه، بالنص عريضه البلسز هون على الاطراف رفيعه، ومبين عندي الزاويه، هي الزيرو كروسنج، هي الزيرو كروسنج، هاي هي اللي هي الزاويه هون اللي هي تقريبا 60 كانها، ولا اقل من 60 30 يمكن، لانه هي 180 180 درجه بحدود ال 30 يمكن 30 درجه تقريبا، اللي هي الزاويه تبعت. نعم. طب ليش بستخدم انا طالما بخسر توتال هارمونيك؟ في مناقشات طويله جدا واسباب ليش بعمل هذا وليش بعمل هذا. مستعمل التنين يعني هاي. نعم. هو الهارمونيكس احنا حسبناه بالفولتج ولا بالكرنت؟ هذا اللي حسبته بالكرنت، حسبته بالكرنت بالضبط. هلا هو منطقا بقول انه اذا زاد الهارمونيكس بالفولتج يزيد بالكرنت، وبتقدر تعمل توتال هارمونيك ديستورشن على الفولتج، يعني كان بامكاني كمان السيجنال هاي ما اخذها من هون، اخذها من الفولتج ميجرمنت من هون اقارن التنين. اذا هي عندي هدول. هلا البلسز بتطلع على البلسز، البلسز كل كل ترانزستور في له بلس مختلف عن الثاني، كيو 1 ما بيشبه كيو 4 وكيو 2 ما بيشبه كيو 3، لانه هون عندنا يونيبولر سويتشنج.
ماشي، إذا هدول هم الفريقتين المختلفتين.